نعم. شخص مثلا هو في الصلاة مع الإمام، مثلا بالسجود قال سبحان ربي العظيم وتذكر، هل يصلي صلاة سجود؟ تذكر وقال سبحان ربي الأعلى ولا ما قاله؟ ها؟ لما تذكر قال سبحان ربي الأعلى ولا ما قاله؟ لا يا ما تذكر هو السجود يوم يوم قام. ايه يوم قام تذكر، هل يصلي سجود السهو؟ اي يصلي سجود السهو الا لو صار ما فات الشيء، اذا صار مع الجماعه ولا فات الشيء ما يسجد. طيب وين فات الشيء؟ لا ان فات يسجد قبل السلام. ان فات الحال هو الحال يسجد قبل السلام لانه ترك واجبا. نعم.